يا اهلا وسهلا، مرحبا بكم محبين محبات قناه مريم غزال. كيداير غزلان ديالي؟ كنتمنى يا ربي يدخل عليكم هذا الشهر الكريم، شهر الغفران والتوبه، بكل ما كتمنوا بالصحه وبالعافيه، وان شاء الله يا ربي يحيد علينا هذا المرض ديال كورونا باش نعيشوا حياتنا مزيان، نرجعوا كما كانوا، نقدروا نمشيو نشوفوا الاهل والاحباب اللي شحال هذه مده ما كنا قدرنا نشوفوهم. كاينين الناس اللي كيقدروا يسافروا، ولكن كاين الناس للاسف الشديد الوضعيه ديالتهم ما كتقدرش انهم تسمح لهم يمشيو، وانا وحده منهم. المهم، حاجه اللي بغيت نقول لكم انني اليوم جيت باش نبارطاجي معكم او انني نشارك معكم تجربتي. ايه البنات، عقلوا مزيان على الكلمه، التجربه ديالتي مع الشبكيه. بصراحه غادي نجيكم نيشان كما عارفين، انا ما عندي لا معها كلا معك حاجه اللي كاينه كنقولها اللي ما كايناش ما كنقولهاش. انا عمرني بصراحه ما صوبت الشبكيه، هذه اول مره في حياتي انني غادي نصوب الشبكيه بالايدين ديالي. يعني منين جيت هنا فرنسا، يعني اغلبيه كما عارفين كنشريها من الزنقه، كنقول بلا ما نشبك ما عنديش، نعد براسي كل شيء كاين. هاد المره كما عارفين مع كورونا، الراجل اللي كنشريها من عنده يعني الحدود مسدوده، قال لي ما قدرش يجيبها، وانا ضروري نحط الشبكيه. انا شبكيه ما كنتش كنحملها، ما عنديش معها البنات نهائيا، ولكن كنبغي غير نحط داكشي ديال رمضان باش نحس حتى انا، او انني نعوض داك الحرمان، او داك كما كنقولوا يعني هذاك الجو ديال رمضان كنحاول انني نخلقه هنايا في مع الاسره ديالتي في فرنسا، رغم ان ما عمره ما غادي يكون بحال المغرب، ولكن كنحاول ما امكن نحط كاع داكشي اللي كنحطو حنا نحطو هنايا، رغم انني يمكن شحال من حاجه ما كناكلهاش، كنقولوا غير العين اللي كتشها وصافي. المهم، من هادشي كامل قلت علاش لا ما نكفطش على حوايجي ونوض حتى انا نجرب الشبكيه ونشوف. انا خديت واحد الوصفه ديال الحليب الفلالي اللي معروفه، انا اغلبيه الوصفه ديال الحليب الفلالي كنجربهم. هاد المره الوصفه اللي جربت ديال الشبكيه ما نقولش يكون البنات غزالة، ما عندي ما نقول فيها، جات معلكه، القوام هو هذا، كل شيء جا مزيان من الداخل، كتجي خاويه يعني كما هي كتوريها، خاص كتكون فيها العسل، وكتجي مرقه، وجات شيشه كتذوب في الفم. عرفتي، ما نقولش لكم ضقت حتى ضقت الشباكيه على برا، ولكن اقسم بالله عمرني ما ضقت الشباكيه بحال ديالتي، وانا جد سعيده وفرحانه انني ولأول مرة كنصوب الشباكية وكتطلع زوينة. ولكن البنات، حاجة وحدة اللي ما صدقاتش ليا، ما عرفتش علاش، هو أنني ملي كنت كنقليها تحلت ليا، يعني تقريبا ما نقولش لكم غير النص، تقريبا أغلبيتهم كل شيء تحل ليا في القليان. تقريبا أنا درت واحد نص كيلو خرج ليا غير 62 حبة، يعني 62 شباكية، الا قلت لكم شي 20 ولا 25 اللي خرجت ليا مزيانه، والاخرين كلشي كيتحل. ما عرفتش علاش، انا درت هذيك ديال اللي كنستفو، كنديروا شرائط خمسه، وكنقطعوهم وكنديروهم من الجناب، يعني هذيك، وحاولت انني نلصقها مزيان، ولكن ما عرفتش البنات علاش خليتها ليله كامله. انا يعني ما طيبتهاش ديك الساعه، خليتها صوبتها وكلشي وشبكتها وخليتها ليله كامله، عاد درتها لانني بديتها من 10 الليل وما ساليتها حتى الوقيته ديال الجوج ديال الصباح، يعني المده كانت طويله، وانا بوحدي، واول مره راكم عارفين، اول مره كنكون ما عارفين شي حاجه كتغلبنا وما كنكونوش مولفين عليها. هاد الفيديو ترددت انني نلوحو لكم، كنقول نلوحو البنات لا غيضحكوا عليا شويه، كنقولوا لا علاش، شنو فيها ما فيها حتى شي حاجه، حتى انا من حق انني نجرب شي وصفه وما تصدقش ليا. يعني ماشي ضروري اي حاجه غنصوبها، ماشي يعني انني عندي قناه في يوتيوب، يعني كاينين وصفات اللي انا كنكون متاكده منهم وكنعرفهم وكنجربهم، كنقول لكم البنات جربوهم راه مزيانين، وهادي كنكون متاكده، والحاجه اللي ما عرفهاش كنقول انا يعني عندي الحق انني كنصوب شي حاجه وما تصدقش، يعني هادي خصوصا الشباكيه صعيبه وعمرني ما صوبتها. صافي، هادشي اللي كنبغي اجي، وعلاش لا، والله حتى انا نحط الشباكيه واخا ما خرجاتش مزيانه، هي ما نقولش لكم يعني غير الشكل ديالها، يعني الزواق اللي ما خرجش، اما المذاق روعه، داكشي ما عندي ما نقول فيه، يعني كون جات ما تحلاتش ليا غادي تكون لا مثيل لها. وماشي حيت ديالتي انا اللي زعما نقول لكم كنشكرها، ولكن فعلا للاسف ما حكينيش نتوما حدايا باش نعطيها لكم تذوقوها وتشوفوها. صافي، هادشي اللي كاين دابا غادي نخليكم، غنبارطاجي لكم، غنوريكم الشبكيه اللي انا هذاك يعني اللي صدقات ليا مزيانه، غنوريها لكم، وداكشي اللي تهرس لي هو غادي نوريه لكم، غتشوفوه ابار. هادشي اللي كاين، يلا غادي نخليكم مع لا فيديو، ولا كنتي هذه اول مره غتدخل القناه فكنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا بقناه من الجزائر، معليك غير الدخل للقناه، كاينه كلمه اشتراك، وركي كلمه اشتراك
وتسجلي في القناه. والبنات اللي ما كيتوصلوش بالفيديوهات ديالي فحاولوا تدخلوا للقناه ديالي، وكاين داك الجرس حيدوه عاودوا رجعوه باش بحال هكا يوصلكم كاع الجديد. نقول لكم اشتركوا هكا وبسلام عليكم، تلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. كما كيبان لكم البنات انا عندي 500 غرام ديال الطحين الابيض اللي هو مغربل يعني نص كيلو، ومن بعد كنديروا معلقه صغيره ديال خميره الحلويات فقط. الا كنتو مبتدئين فمن الاحسن ما ديروش خميره ديال الخبز، تقدروا ديروها الا كنتو مولفين، اما بالنسبه للمبتدئات فمن الاحسن يديروا غير شويه الخميره يعني راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، وخصوصا انني انا يعني ما خليتها حتى الغد الاخر عاد انني طيبتها باش ما تخمرش ليا وتخسر. من بعد شديت البنات كاس اللي درت فيه انا بالنسبه لي انا خلطت فيه درت فيه نصو لوز ونصو جنجلان اللي مطحونين مزيان 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 يكونوا مطحونين. نتوما تقدروا ديروا يا اما جنجلان يا اما لوز، نتوما لكم الاختيار. من بعد درت معلقه ديال النافع، معلقه صغيره ديال القرفه، وواحد القريصه ديال الملح. شديت داكشي يعني رملته شويه، ومن بعد درت واحد كاس يعني كاس بحال كاس ديال العنبه اللي نصو زيت نصو زبده، ولكن في نفس الوقت الكاس ما عامرش. صافي شديت داكشي رملته مزيان بحال اللي كنديرو شكل صابلي. من بعد غادي ندوزو لواحد الخليط اللي غنجمعو به العجينه اللي غادي يكون فيه. باول حاجه ناخذ كاسونه صغيره غادي نديرو فيها ربع كاس ديال الماء زهر، ومن بعد غادي نديرو معاها الا كنا دايرين البنات اللوز غير بوحدو فاللوز كيقصح العجينه، غادي نديرو معاه جوج معالقات ديال الخل. اما الا كنا دايرين جنجلات فحنا غادي نديرو غير معلقه وحده ديال الخل. ومن بعد غادي نزيدو معاه زعفران، يعني زعفران حر، ولا نديرو كركم، ولا نديرو دامه ديال الزعفران. انا درت دامه ديال الزعفران. خلط داكشي مزيان على البوطه، يكون غير دافي البنات، يسخن يكون دافي حيت من كنديرو داك الخليط يكون دافي وكنعجنو به العجينه ديالتنا، يعني ديك الزبده كتذوب. صافي انا درته في البوطاس شويه سخنته، ومن بعد درت خلطت به بالنسبه للحيمه فيليا اللي خلطت به العجينه ديالتها، وزدت غير واحد شويه المعالق ديال الماء. صافي وتجمعت لها العجينه. اما بالنسبه ليا انا في العجينه عندي كانت كتشرب، يعني داك الخليط اللي درت ديال اللي في الكاسرونه ما قدنيش، عاود درت نفس الطريقه يعني نفس الكميه عاود درتها، الا الخل اللي ما درتوش. حتى من ضامه زعفرانه البنات اللي درت في الاول مع الخليط يعني ما قدتنيش، ما عطاتنيش يعني داك اللون الذهبي داك اللون الزوين اللي كيكون في العجينه. جاتني العجينه بقات بيضاء. يعني منين درت الخليط الثاني في الكاسرونه اللي غادي نوريه لكم دابا، زدت كما قلت لكم زدت كل شيء، يعني غير هذا الخل اللي ما زدتوش في بلاصه الخل، درت واحد شويه الماء وخلط داك الخليط عاوتاني على البوطه. هو اللي غنوريكم دابا الكاسرونه، ولكن راه ما كبيتوش كله في العجينه، راه بقيت كنكب غير بشويه بشويه، يعني حتى جمعت العجينه ديالتي، وفي نفس الوقت بقات ليا ما قاصحه يعني ما جاريه، بقات ليا بين وبين. من بعد ما جمعت العجينه ديالتي مازال شاط ليا اللي في الكاسرونه، بقى ليا مازال واحد شويه الماء. المهم ما تكبوش الماء، كنأكد لكم ما تكبوش الماء كامل في خطره البنات، غير بشويه بشويه حتى تحصلوا على العجين اللي بغيتو. صافي جمعت العجينه ودرتها في واحد البلاستيكه، خليتها واحد 10 دقائق، ومن بعد رجعت ليها وفرقتها انايا. بالنسبه لي انا كمبتدئه فرقتها على 4، نتوما تفرقوها حتى على 5 اللي بغيتو. المهم فرقتها على 4 طريفات صغار، وشديت كل طرف صار كنسرحو بالمدلك، وكنديرو على 4 بحال اللي كندير مسمنه هكا، كندير ثنيها على 4. صافي وحطيتهم عاوتاني في البلاستيكه، خليتو عاوتاني واحد 10 دقائق، ولا شوفوا نتوما علاش 10 دقائق ولا 15 نتوما اللي بغيتو، غير واحد شويه بحال هكا. صافي ومن بعد كتبقاو غنوريكم الطريقه كيفاش بديت كنشبك الشباكيه ديالي. المهم الغزلان ديالي كما كيبان لكم صافي دابا راه خليتها تخمر واحد قولوا جوج 10 دقائق بحال هكاك. المهم الغزلان ديالي كما كيبان لكم انا صافي راني خليتها خمرات واحد المده ديال 10 دقائق، واحد شويه 10 دقائق بحال هكا. ودابا شنو غادي ندير؟ المشكل انني انايا عندي هاد المدلك خايب، يعني في هاد الجناب ملي كتكون يعني العجينه كبيره هاد الجناب كيدخلوا لي في العجينه وكيقدروا يقطعوها ليا، وكتجيني جهه نازله وجهه طالعه. اشنو غادي ندير؟ كما قلت لكم يعني حيت انا مبتدئه فغادي نحاول هاد العجينه نقدر نقسمها يا اما على جوج اما على 3، انا نحاول نشوف باش تجيني سهله وما تغلبنيش.
المهم البنات مني كتبداو تسرحوا بالمدلك يعني العجينه مره مره كديروا ليها الطحين كديكوها مزيان كتعاودوا تقلبوها وديروا واحد شويه الطحين بحال هكا كتبقاو حتى العجينه تحصلوا عليها تكون رقيقه بزاف باش هكا الشباكي ديالكم تجيكم زوينه. وحاجه واحده اللي بغيت نقول لكم انايا من بعد شديت بقيت كندير شرائح كما كنقول لكم شرائط درت شرائط بحال هكا طوال كما كيبان لكم يعني يكون عندهم نفس العرض. وفي ديك الساعه يعني درت خمسه كنحط واحد وحده فوق وحده وحده فوق وحده تحاولوا انكم ما يتلصقوش الا كان درتوا العجينه يعني غلطتوا درتوا العجينه شويه كما كنقول لك جاتكم رطبه فحاولوا ديروا الطحين ما بين وحده وحده حتى ديروا خمسه طبقات. وهذيك الساعه كتقطعوهم شوفوا داك الشريط شحال غيكون فيه واش تقدروا ديروا فيه جوج ولا ثلاثه صافي وكتبقاو ديروا نفس الشبك اللي شبكت انا. المهم غزلان ديالي هذا نهار جديد بعد ما بيت الشباكيه ليله كامله ما بقيت انا البنات حتى لجوج اللي لعند الناس. المهم كما كيبان لكم ها اللي درتو صغير ها اللي درتو كبير ها اللي درتو الميان المهم ماشي مشكل المهم انني قدرت نشبك وصافي. وبصراحه عجبتني لا ريزلتا وفرحانه شتي ملي كتكونوا دايرين شي حاجه عمركم ما درتوها وكتشبكوها مزيان ولا كتصدق لكم مزيان كتكونوا فرحانين. ولكن للاسف الشديد واخا انا الفرحه ديالتي ما تمتش ولكن المهم انني كما كنقولوا جربت الواحد هو انه يجرب وصافي حتى لما صدقاتش هذه المره الجايه تصدق ياك ولا لا البنات. المهم دابا البنات شنو غادي نديرو غادي نمشيو نقليو الشباكيه ديالتنا ونرجع معكم من بعد. المهم غزلان ديالي غادي نبداو دابا تقريبا على بركه الله. هنايا الزيت كما كيبان لكم خليتها كتسخن دير واحد الكميه يعني مزيانه ديال الزيت حقاش خاص يعني الشباكيه ديالتنا تكون واصلها في النص ماشي تكون غير قليله من التحت باش طيب لينا مزيان. وهنايا عندنا العسل شفتوا العسل انا ما صوبتوش انا غير شريته بالنسبه للبنات اللي غيسولوني اين عسل كنخدم انا كنخدم بهذا العسل بصراحه هو رخيص وفي نفس الوقت يعني كيعجبني كنديرو في الحلويات كنديرو في اي حاجه بقلاوه كنديرو في البريوات عمرنا ما لقيت فيه شي مشكل ولا حتى حاجه يعني كيجيني مزيان كنشروه من كافور من كازينو في اي بلاصه كاين. صافي دابا غادي نتسناو الزيت يسخن ديك الساعه ندوز معكم المرحله التاليه. مهم البنات انا ما شاركتش معكم عمليه القلي لان اغلبيه البنات كيعرفوا كيفاش يقليو الشباكيه كنعملوها في الزيت تقلى نخليوها حتى تطيب شويه من التحت ونقلبوها ومن بعد هذيك الساعه كنديروها نغطسوها في العسل مزيان وديروها في شي صفايه تصفى وديك الساعه كنديروا لها الزنجله المحدو سخون. هذه هي الشباكيه اللي خرجت لي زوينه البنات للاسف شتي كون خرجت لي غير الاخرى اللي تهرسات هكا كان غتكون احسن ولكن ماشي مشكل. المشكل وهو ان بصراحه ما نكذبش عليكم الشباكيه جات بنينه كنقولها ونعاودها المذاق فيها روعه. وبالنسبه للشباكيه اللي تهرسات لي فانا غنوريكم الشكل ديالها كانت بحال هكا يعني كتحلت لي كامله ولكن ماشي مشكل كما كنقولوا هذه اول تجربه. المهم انني جربت المره الجايه غادي ندير احسن وكنتمنى انكم تقولوا لي في التعاليق شنو الحاجه البنات اللي كتخلي الشباكيه تهرس شنو بان لكم نتوما واش انني حيت خليتها باتت ليله كامله او انني درت فيها شي حاجه او انني ما سديتهاش مزيان رغم انني متاكده انني سديتها مزيان بصراحه والله ما عرفت مناش كنتمنى انكم تقولوا لي في التعاليق ديالكم شنو المشكل اللي كان.